سبوتلايت. لاقونا على شاشة تلفزيون المهد ناتيفيتي في برنامج سبوتلايت، مجموعة كبيرة من الفيديوهات الرائعة رح نعرض لكم إياها من خلال البرنامج، أحداث عالمية وفيديوهات مضحكة وفيديوهات واقعية من أرض الحدث. برنامج سبوتلايت يطل عليكم كل يوم ثلاث الساعة 6 المساء، وبين عاد الخميس الساعة 9:30 والجمعة الساعة 6. إعداد وتقديم أسامة عواد. سبوتلايت. مساء الخير مشاهدينا الأعزاء، تحية لكم في حلقة جديدة من برنامج سبوتلايت على شاشة تلفزيون المهد. أسبوع جديد، فيديوهات جديدة أكيد راح نكون معها بالبرنامج، وتحية لكل متابعينا أيضا عبر الإنترنت وتحديدا موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اللي بتابعونا على سبوتلايت with أسامة. فيديوهات جديدة معنا لليوم في الحلقة، وأول فيديو راح نبلش معه لليوم هو الأشخاص اللي بنتظروا ساعات طويلة في المطارات، شو بصير فيهم من ساعات الانتظار الطويلة؟ منشوف بهالفيديو. Final call for passengers of Air France and Delta Airlines flight AF1383 to Paris gate D9. عمركم تخيلتوا مشاهدينا أنه يكون أيضا في سباقات للكلاب وين؟ في البيت. شوفوا معنا من خلال هذا الفيديو. push 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 stroller stroller keep going. كثير من الأفلام تتصور بطرق عديدة، لكن مش سهل إن نضحك على المشاهد. في هذا الفيلم طبعا رجل بيمسك كيس من السائل الأحمر، وشوفوا كيف بنطخ وبيحط الكيس على جسده. طبعا هاي كانت أسوأ لقطات أفلام الأكشن في العالم. شوفوا معنا. راح نشوف هلأ فيديو لطفل بيقلد المعلق الرياضي يوسف سيف، وبيقلده بشكل جدا رهيب. اسمعوا هالمرة كيف هذا التقليد. أعزائي المشاهدين، الجزيرة الرياضية، نعم هنا في كل مكان كلاسيكو كبير بين الفريق الملكي اللي هو ريال مدريد في المركز الأول. نعم الليلة نجوم كبار حاضرين اللي هو راؤول فانستر روي روبن هيجوين شنايدر ديارا جوتي. الليلة جوتي ممكن يسجل في مرمى برشلونة. نعم الليلة اليوميسي حاضر، إيتو الليلة، رونالدينو نعم سبيل استحارة إلى ميلان، لأن ميلان تبر رونالدينو. هنا إيكر كاسياس، كانافارو، سيرجيو راموس، فيكتور فالديز. والله الليلة يعاني، لديه إصابة كبيرة جدا، ممكن يدخل أهداف في مرمى فيكتور فالديز. راؤول يتقدم، أوه جول أول في المباراة على برشلونة. رح نشوف هلا فيديو للدجاجة العجيبة اللي كيف ما حركتها راسها بيضلوا صامد محلها. من خلال الفيديو بنتعرف على هاي الدجاجة. Thank you.
حابب أذكركم مشاهدينا أنه عبر زيارتكم لموقعنا على الفيسبوك Spotlight with أسامة فيكم تشاركونا بالفيديوهات اللي بنعرضها في البرنامج. الفيديو اللي راح نشوفه هلا هو لأروع وأخطر الحركات للرياضيين والأشخاص حول العالم، منشوف بالفيديو. تخيلوا مشاهدينا انه كمان البسس بتوصل لمرحله انه بتقدر تحكي. من خلال الفيديو رح نتعرف على بسة بتحكي نو باللغه الانجليزيه لمربيتها اللي اخذتها على الحمام حتى تحممها. شوفوا معنا من خلال الفيديو. في فيديو أثار الجدل حول العالم تحديدا بالعالم العربي خلال نشرة أخبار قناة العربية تحديدا، شخصين تبادلوا القبل والقبل الحارة بخلفية المذيعة، وهذا الشيء أثار جدل كتير كبير بالوطن العربي. شوفوا معنا الفيديو. أمني والمتظاهرين عاد الهدوء إلى محيط دار القضاء العالي صباحا، وكانت مظاهرات حاشدة قد تجمعت أمام الدار يوم أمس تخيلوا مشاهدينا الأعزاء أنه في طفل وكلب بيتبادلوا الأصوات والصراخ في أحد المنازل في أمريكا، والكلب تحديدا بيقلد في الطفل وبيقلد في الأصوات اللي بيخرجها الطفل. شوفوا معنا من خلال الفيديو. Ah!
Oh, that's fresh. كلنا نتذكر المسلسل الكرتوني لعائلة سيمبسونز. هذا المسلسل كنا نحضره تحديدا وإحنا أطفال في أمريكا، ولحد هلأ بنحضره أكيد. في أمريكا قلدوا الإشارة، إشارة البداية أو أغنية البداية، قلدوها بممثلين عاديين وبأجواء أمريكا العادية. رح نشوف المقدمة من البرنامج مع بعض. بهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج سبوتلايت على تلفزيون المهد، على أمل اللقاء فيكم بحلقة جديدة الأسبوع الجاي إن الله راد، وفيديوهات جديدة إن كانت مضحكة أو واقعية أو إن كانت فيديوهات أنتو كمان صورتوها. لهيك منودعكم، نحكي لكم إلى اللقاء. سبوتلايت لاقونا على شاشة تلفزيون المهد ناتيفيتي في برنامج سبوتلايت. مجموعة كبيرة من الفيديوهات الرائعة رح نعرض لكم إياها من خلال البرنامج، أحداث عالمية وفيديوهات مضحكة وفيديوهات واقعية من أرض الحدث. برنامج سبوتلايت يطل عليكم كل يوم ثلاث الساعة 6 المساء، وبينعاد الخميس الساعة 9:30، والجمعة الساعة 6. إعداد وتقديم أسامة عواد. سبوتلايت.